ممكن تكون ايه القوى الخارقه اللي ميدو يتخيل ان يبقى عنده. احاول اعرف ايه اللي هيحصل في المستقبل. البني ادم هو الكائن الوحيد اللي بيقلق من المستقبل. كلاب ما بتقلقش من المستقبل، والشيطان كمان بيقلق من المستقبل. منزله ربنا الارض، هو فضل طول حياته، هو من اول ما البشريه بدات ونزل الارض هو نفسه يعرف ايه اللي هيحصل في المستقبل، وربنا شايل علم الغيب والمستقبل في السماء فوق. عشان كده ربنا يعني بيقول قصه الناس ممكن ما تاخدش بالها منها، لكن هي دي فايت موجوده كل يوم ما بين الملائكه والشيطان. ربنا في سوره الصفات بيقول ايه؟ بيقول بسم الله الرحمن الرحيم: والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرى ان الهكم لواحد رب السماوات والارض ورب وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب فاقد. خدت بالك من الخناقة دي؟ ربنا حرس السماء من الشيطان إن هو يطلع. الشيطان ده قوي جدا، بيحاول يتسلل يطلع يسمع الغيب عشان يعرف المستقبل. الملائكة بترميه بالشهاب الثاقب ده، ورغم كده بيقدروا يتسللوا برضه يسمعوا. ربنا بيقول لك الا من خطف الخطفه، في منهم بيخطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب. ده اللي نجح بقى ان هو يعدي. فدي حرب وفايت عظيمه جدا، القوه الخارقه هتبقى نعرف ايه اللي هيحصل.